إذا دخل إلى المسجد الآن دخل تهيأ للصلاة لبس أحسن الثياب نعم الآن يجب أن يدخل المسجد دعو مين كاس لي بيت ترم ترو دي جنب عن خير نو فنمك يجب أن ماذا يصنع تاكي نفوه بي بعض الناس هدانا الله إياه أول ما يدخل إلى المسجد يبدأ ينظر يصور ينظر في التليفون يتكلم من نهما جمنون نبقى دعو مدى المسجد هذا المسجد بيت لمن؟ لله. إذا لا يمكن أن نجعل هذا المسجد مكان للحديث عن الدنيا. الله سبحانه وتعالى جل من أجله ويتوفيقنا لجيرين سنسين ترافتي أبايد الله سبحانه وتعالى. لا يمكن نتكلم فيه عن السياسة. يوم من أجل يجي أم في يوم نجوبه. البيع والشراء. تعلق دو. البحث عن الأشياء المفقودة ضاعت له سيارة أو ضاع له. رجعني يجي أم في ربح دك ما تقطون جموعين بعد لان بعد ربحني بعد ربحنو تي أعطينا كلام مشي. لا يمكن أن ندفن الأموات في المساجد ولا في ساحات المساجد. القبور تكون بعيدة عن المساجد. هاي جين كم من تراو يو قبور يوم نحن نكون مسجد قبور كم بعد كل تراو أكيد هي أم في مسجد. أنت رجل. نأك تبرخ. لازم الرجل يتقدم إلى الصف الأول. كم بعد برخ كل تراو تبتشو نو سبتي موي. الذي يتأخر النساء المرأة تتأخر في آخر الصفوف. مجرد ما تدخل المسجد تتقدم إلى الصفوف الأولى. رواند يجون جون المسجد كم بعد يجون تراو تتو دال سخمك. إذا الصلاة لم تقم بعد فأنت تصلي سنة المسجد تحية المسجد ركعتين قبل أن تجلس. من في ذلك من طن إقامة سبه يعني لو في ذلك من طن المسجد كم بعد يجون تراو تتو سبه يعني. تحية المسجد في ركعتين. أو إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية تصلي السنة كالظهر أذن الآن مثلا يصلي سنة الظهر ركعتين أو أربع ركعات قبل صلاة الظهر. ركع بس أنت نو نو وقت الظهر نن بين سنة رواتب أم ربعي يعني أي سبعي يعني في ركع سبعي يعني بون أم بين سنتو كم يعني كوي. دخلت إلى المسجد. إذا أنا دخلت إلى المسجد نعم ووجدت الإمام قد بدأ في الصلاة ماذا أصنع؟ نبيدك يوم جو تمسيح تؤتيها هاي نن إمام قد بان سنبه يان روح هاي تاك يوم فرد ملاي تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام قائم راكع ساجد في التشهد الأخير تكبر وتصلي مع الإمام تدخل مع الإمام នៅពេលនោះគឺយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់គឺយើងត្រូវតោសម្បះយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមដោយតាក់បៀរទុលអ៊ីហ្រាមហើយនឹងយើងតាក់បៀរអ៊ីនទីកលទៅតាមអ៊ីម៉ាមបើទោះជាអ៊ីម៉ាមកំពុងឈររឺកំពុងរុគូឬកំពុងតែអង្គុយឬកំពុងតែស៊ីយូតក៏ដោយ نعم أهم شيء عندنا تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال إذا لم يكبرها لا إشكال المهم يكبر تكبيرة الإحرام حتى يدخل مع الإمام سمكان مفوت في تكبيرة الإحرام بطوح في تكبير انتقال بي من مين فانها ايتي فانتا سمكان مفوت في تكبيرة الإحرام وجدنا الإمام قائم أو راكع بهذا أنا أدركت الركعة سواء وجدت الإمام راكع أو قائم بهذا أدركنا الركعة نعم دا يين تو طون إمام دا كمبون تاي روكو هاي يين تو طون دا فيلو هاي كي فيل موي دا كي روك هاي يين بان موي ركعة في موي نان إمام لكن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد أو كان في السجود أو في الجلوس هذه الركعة لا تحسب لك نو بي دا الإمام نيو بي روكو هاي بان يين تو طون ركوت نو كنون سجود ركوت نيو بي سجود هاي بان يين تو طون أنا كي أروك تي ركعة نان إذا سلم الإمام نو بدا الامام او سلام انا اقوم بعد سلام الامام واقضي ما فاتني من الركعات كنيوم تروك تروك لان بنطا نو ركعات نا دا كنيوم من توان بان سبه يعني ني ثا بمبين بنتان تروك تي امام او سلام روج والله اعلم والله اعلم